الرزق مو مربوط بالمال، مو مربوط بالفلوس، ومو مربوط بالأثاث. هذا تضييق المفهوم الرزق. زوجة حنونة تؤوي لها مع وجود زوجات قاسيات رزق. زوج حنون يحتويكي مع وجود أزواج قساه رزق. الأخلاق رزق، ولد بار رزق، بنت بارة بين بنات سيئات رزق. إنك تنام مرتاح رزق، إنك تمشي رزق، إنك تبصر رزق، إنك تنام أتم الصحة والعافية رزق. كن شاكرا فبشكر الله تدوم النعم، كن حامدا فقد سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب بخير وصحة وعافية. اللهم ارحم والدي وموت المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو كذا جيبي حاجة تمزمزين عليها ويلا معاي بلش الفيديو. الله يعافيكم، تحملوني، عندي اليوم إعلانين صغيرات، عندي إعلان إنساني وعندي إعلان تجاري. خلونا أول شيء نبدأ مع الإعلان الإنساني وبعدين نروح للإعلان التجاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب قبل ما أبدأ أي حاجة أشكر قناة مسارة. ربنا يرضيكي يا مسارة ويكبر بخاطرك زي ما أنت بتقفي جنبي كده ومرضياني. ربنا يسعدك يا حبيبة قلبي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي سناء رضا وحضرتكم انت قناتي، ونفسي تكبر وتبقى مصدر رزق لي أنا وعيالي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ده حلم الوحيد اللي أنا أقدر أعمل أي حاجة. طبعا أنا مهددة بالخطر أنا وعيالي. أنا نفسي بأمانة أعمل أي حاجة عشان بجد كل ده بيسقط مية علي أنا وعيالي. ونفسي أعمل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة صدت، كل حاجة عملت. أنا ده أمنية حياتي. قناتي فيها روتينات وفيها تنظيفات وفيها يومياتي بعيشها بكل بساطة. أتمنى تدخلوا وتشجعوني وتقفوا جنبي بالله عليكم يا جماعة. ربنا يرضيكم. يلا يا بنات ندعم أخيتنا، الله يوفقها يا رب بإذن الله تعالى تكبر قناتها وتزين بيتها، والله يرزقنا ويرزقكم يا رب قصر من قصور الجنة. الحين خلنا نشوف هذا الإعلان التجاري الصغنون. وصلتني اليوم كذا أقدر أقول عليه فالحسن، وصلني بوكس للمواليد مكتوب عليه السلة الصغيرة من متجر سلة الصغيرة. أخلاق التاجرة ما شاء الله تبارك الرحمن، قمة بالروعة وقمة بالاحترام. بدت مشروعها جديد، للي حابة تاخذ هدية مواليد عندها للبنات وكمان عندها للأولاد. كذا خلونا نفتح الصندوق. زي ما انتم شايفين التغليف ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة تفتح النفس. والشيء واضح يا بنات انه متعوب عليه، والبوكس ترى أكريليك يعني حاجة فخمة وحلوة. هذا الكرت ومكتوب عليه الاسم، أي اسم تبغون تكتبونه تكتب لكم عليه يعني، وحاطة عليه اسم المتجر. وهذا كرت إذا حابة أنت تكتبين من داخل أهداء بكيفك يعني. ما شاء الله التغليف من الآخر فخم. نجي الحين لتغليف البوكس من برا ونشوف الصندوق إيش فيه. أول حاجة يا دلبي يا دلبي إيش هذولا؟ حيل كيوتات، شايفين مرة لذيذات ما شاء الله، تنسيقها رائع، تنسق لك أطقم كذا على كيف كيفك. أول شيء حاطتك الشوز، خامة الشوز مرة حلوة. ادخلي واسأليها عن البراندات إذا أنت حابة شو هي اللي تحطها يعني. وهنا كمان حاطة كوسترات، يجون عبارة عن 6 كوسترات فيهم العمر السنة يعني الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث. الكوستر من جهتين يكون مكتوب عليه مش من جهة واحدة يعني. وخامة الخشب والله حلوة وحاجة كذا تفتح النفس، والرسومات واضحة وحلوة فيك يعني لما تقدمينها هدية حاجة والله تشرف. مرة حبيت الفكرة ومرة حبيت الأشكال ومرة حبيت التصاميم اللي على الكوسترات. وخامة الخشب مو رديئة حتى أنها محفوفة حف يعني، باردينها مزبوط علشان ما تجرح الإيد. الحين نجي هنا إلى البطانية، قد ما أقولكم فخمة فخمة. أنتم بتشوفون اللون ما شاء الله تبارك الرحمن وتناسق الألوان. وعلى فكرة تراهي مي خفيفة يعني، نوعيتها مي خفيفة أبدا، لا نوعيتها والله زينة. أما إذا أنتم حابين تعرفون البراندات أو الماركات فوتي على المتجر يعني واسأليها. شوفي الألوان مرة تناسق الألوان لطيف وحلو. وهذا الفستان يا دلبي جنني جنن. طبعا خامة الفستان نكست قسم المواليد، فظيع فظيع وعليه أرنوب صغير. الخامة ناعمة والخامة تجنن والتفاصيل رائعة وكذا حاجة كذا تفتح النفس.
إذا حابه إذا حابه تاخذين من عندها سواء للبنات أو للأولاد، عندها قسم كبير جدا جدا. بخلي لكم رابط حسابه في صندوق الوصف أول كومنت مثبت. الحين تعالوا معي كذا، يلا خلونا نبدأ على بركة الله المطبخ. تعالوا نضب أغراض ومقاضي الشهر، وبعطيكم اليوم كمان أفكار حلوة واقتصادية تستفيدون منها علشان إذا حابين توفرون وتدبرون. أول حاجة يا طولات العمر والسلامة، بديت كذا بالبيض، فرغت البيض كذا بالسلة، واللي هذا على الطاولة أنا خليه علشان لما بسوي كيك أو حلويات يكون بحرارة الغرفة، وإذا طول ما استخدمته استخدمه بالأكل مو شرط بالحلا. يعني يقولون ان البيض سعره نزل الى 15 ريال، طبعا انا شريته بوقت غلاء ولا كنت ادري انه في مقاطعه. ما علينا، حطيت كذا التفاح وكمان حطيت الانجاص بالسله وحطيت البيض، والحين جيت كذا حافظه الخبز ابغى اشيك عليها، ابغى اشوف الخربان، ابغى اقطعه او البايت ابغى اقطعه، والزين بخليه. طبعا انا اشيك على الخبز كل فتره كذا ابغى اشوف، يعني عشان ما يظل عندي اشياء خربانه زياده عندي بالخبز، حرام يعني. فشوفوا ايش اسوي، اخذ الخبز قلت لكم سابقا وأبدأ كذا أقطع الخبز وأنتفه. بنات طلبوني قالوا لي أم سارة سوينا وصفات بالخبز البايت، ابشروا والله من عيوني بإذن الله تعالى بعطيكم طريق قريب، متأكدة ما راح يبقى معاكي ولا فتفوتة خبز بايت. كل ما زاد عندك خبز بايت بتذكرين أم سارة وراح تدعي لها بإذن الواحد الأحد، راح أسوي معاكم وصفة خطيرة جربتها يا بنات، حرفيا ما راح يزيد معاكم خبز بايت. بس خلوني اشوف اليوم كذا واصور لكم الطريقه، تامرون امر والله، وانزل لكم الطريقه كذا باليوتيوب. انا اجمع الخبز ايش اسوي فيه اذا مي هذه الطريقه اللي بعطيكم اياها؟ اسوي فيه تسقيه، اسوي فيه فته، اسوي فيه فتوش، يعني الطبخات اللي تحتاج خبز، كشك، الاشياء اللي يحتاج فيها الخبز اليابس. انت ما تستخدمين الخبز يعني بات معاك الخبز، شوفوا اي انسان عنده مثلا يربي طيور تعطينه الخبز هذا، لانه حرام ترمينه، هذه نعمه رب العالمين. خلاص كذا قطعت الخبز واخلي لثاني يوم على الطاوله الى ان ينشف. الحين كمان ابغى اعبي الزيت بالمزيته زي ما انتم شايفين. في بنات قالوا ام ساره الافضل ان الزيت يكون بعلبه غامقه، انا يا بنات ماني شايف والله، انا طباخه على قد حالي، اطبخ لزوجي وبنيتي، ماني عند الشيفات يعني، انا على قد روحي يعني. الحين جيت كمان كذا للنسكافيه، شوفوا هذا اللي وريتكم اياه المره اللي فاتت، يجي 40 مغلف ب 19 ريال، خذيته من ثلاجه النخبه في نكهتين في البندق العاديه. ارجعوا لمقاضي الشهر تبع الفيديو اللي فات تلقون المشتريات هذه كلها موجوده. جيت كذا نسقتها كذا بالبوكس، حطيتها ورتبتها. بنات بخصوص النسكافيه، انا ما عندي والله ادمان النسكافيه اللي والله دائما اشرب نسكافيه وكذا، لا ما عندي الحاجه هذه، بس امزج عليه يعني كل يومين ثلاثه، ما يضر كذا بكيت تشربينه. واحده قالت لي يوم ساره انت ما تسهرين من النسكافيه، احس اني خلاص، احس ان هي اللي صارت تسهر مني، هي اللي صارت تمل مني، هي اللي صارت تطفش مني من كثر ما اشربها يعني بشكل متقطع. بس اني احس اني خلاص ما عاد يعني ماده الكافيين ما عاد تاثر علي، احس اني خلاص تبرمجت على القهوه. المهم خلاص رتبت كذا، والحين جيت الخبز. طريقتي في تفريز الخبز كمان انا نزلت منها بالقناه، اي حاجه احس انها تفيدني والله، مو علشان اصور فيديوهات وارص فيديوهات، ممكن في فيديوهات عندي ما تجيب مشاهده زي طريقه حفظ الخبز، ما تجيب مشاهدات عاليه عندي، بس انا متاكده انه في استفادت منها. وهذا الشيء اكيد ما راح اقول لكم ما ابغى استفيد ماديا، اكيد ابغى استفيد ماديا، بس برضو ابغى استفيد وابغاكم تفيدون. شوفوا اصور هذه الفيديوهات المقطوعه اوقات وانا عارفه انه فايده يعني ربحي منها قليل، ممكن يوصل الربح بالفيديو ممكن يصير 200-300 ريال مقارنه بالفيديوهات الثانيه، لكن انا حريصه انه اي حاجه انا استفيد منها احط لكم اياها فيديو خاص. طريقتي بتفريز الخبز اجيب يا بنات الخبز يكون طازج، تمام؟ مع الاسف اللي الخبز اللي هنا اللي قدامكم هذا نص ونص، مش طازج مره صراحه. فانا ايش اسوي؟ شوفوني اقطعه كذا مثلثات واحطه باكياس. المثلثات هذا اخليه للعشاء العادي، حلو، المثلثات اخليه للعشاء مع حواضر، مع نواشف، بيض، جبنه، مربى وهكذا. اما الخبز الثاني اللي هو الخبز الكامل لا، اخليه ابغى الف فيه سندويشات، فهمتوني؟ ابغى مثلا ابغى الف فيه شكشوكه، ابغى الف فيه دجاج، اخليه على شكله رغيف يعني. فيعني اقسم الخبز كذا شكلين واحطهم عندي بالفريزر. لو بغيتي تستخدمينهم عندك طريقتين، يا انك تطلعين الخبز تخلينه يفك على الطاوله من حاله، او انك تسخنينه وتكه بالمايكرويف، بس اهم شيء شيليه من الكيس اللي عليه. في حركه كمان اعطيتكم اياها قبل هالمره بس تنفع بالخبز الطازج، لان هذا الخبز عندي نص بايت، انا ما استخدمت الطريقه هذه.
اول ما تبغين تفرزنين الخبز افتحي الكيس ورشي عليه تكه مي، فهمتي؟ خلي كذا خلي الخبز مندي وقت انت تحفظينه بالفريزر، يطلع والله زي الطازج، احسن من ما كل شوي يا علي رحت بخبز، يا محمد رحت بخبز، يا مدري رحت بخبز. خلاص كذا حطي عندك بالفريزر لو تبغين 40 50 كيس وخزني، لان الخبز معروف انه ينوكل. وهذه الطريقه يا بنات تنفع الخبز الابيض او الخبز الاسمر، انتم احرار يعني. برضو الصامولي فيكم تفرزنونه، بس اهم شيء ما يطول بالمايكرويف، والافضل انه يفك على حاله على الطاوله ما يدخل مصدر الحراره. بس اهم شيء قصيه، افتحي الصاموليه قبل ما تدخلينها للفريزر افضل. الحين حطيتهم كذا برج الخبز للفريزر، تمام؟ تعالوا الحين معي للثلاجة أو للفريزر العلوي. أنا عندي فريزرين متابعة الجدات فيما يدرون، عندي فريزرين، فريزر عمودي وكمان عندي فريزر تبع الثلاجة. هذا الرف اللي فوق موجود، أبغى أشيل كل الأشياء اللي موجودة عليه. حلو، شلت الدجاج، شلت الفستق، أبرتب الثلاجة وبرتب الأغراض اللي فيها، تمام؟ كمان اللي بالباب. ابغى ابدا معاكم حاجه حاجه بالترتيب، يعني انا ترى ما في شيء وسخ عندي صراحه، بس يحتاجون ترتيب لا اكثر ولا اقل. خلاص كذا الفريزر صار عندي زي الورده. الحين جيت كذا للفريزر العمودي، هذا الدرج هذا تبع الخضار. ابغى اصف الخضار كذا داخل الدرج. الاشياء اللي جبتها معاكم بالمقاضي امس اللي هي الباميه، الفاصوليا، الاشياء هذه، فجبتها كذا. ابغى ارتب درج الخضار واحط الاغراض مع بعض. انا مقسمه عندي الفريزر درج للحوم، درج للدجاج، درج للخضار، درج للخبز، درج المفرزنات المتنوعه اللي ما لها اصدقاء، يعني كذا مقسمه اموري على هذا النمط. والله ارتبوا احسن فريزر يا بنات هير، تكلمت عليه كثير كثير، من اجمل الاشياء اللي اشتريتها. واخيرا كمان اشترينا مجفف باذن الله تعالى، بتشوفونه معاي بمشيئه الله تعالى بكره باذن الواحد الاحد ان شاء الله، بسوي لكم تقرير كامل عنه، بتعيشون معاي فلوق ان شاء الله حلو. الحين تعالوا معاي للدرج العلوي، هذا درج اللحم والدجاج. الى الحين احنا ما اشترينا لحم مع الاسف، بس دجاج. ف باذن الله تعالى بس ينزل ابو سارونا ويجيب، في عندي شويه كيسين تقريبا لحم هنا، بس ينزل ابو سارونا ويجيب باذن الله تعالى، بتشوفونها معاي بالفلوقات كيف اقطعها وكيف انا اخزنها. خلاص كذا رجعت على الطاولة، أبغى أحط الموز. الموز هنا لو تلاحظون الموز هنا مستوي، يعني خلاص قد هو استوى، بس أنا إيش أسوي؟ أنا أخليه على الطاولة علشان سارونا، فهمتوني؟ كمان أحط لها بالحضانة، الحمد لله ما بقى عندي إلا موزة على الطاولة فقط الأكل. يعني حنا مو من عشاق الموز صراحة، لا أنا ولا زوجي، بس سارونا اسم الله عليها تحبه. فأنا إيش أسوي؟ بس أغلفه بالقصدير علشان ما يجي السوس عليه. أنتم عارفين الموز يظل مكشوف، سبحان الله السوس يعيش فيه يحبه، فانا غلفه كذا على الوجه علشان السوس ما يجي. الطريقه هذه ما تخلي لك الموز عمره طويل الا في حاله واحده، اذا غلفتيه بالسلوفان اللي هو النايل الشفاف، والموز يكون طازج. يعني لازم تعملي الطريقه هذه والموز يكون طازج، تحفظينه بالثلاجه، تحفظينه برا الثلاجه، انت حره، بس اهم شيء الموز يكون طازج ويتغلف بالنايل اللي هو السلوفان الشفاف، وبعدين خلاص خليه على الطاوله. انا احطه بالطريقه هذه علشان بس ما يجي عليه سوس، وتقدر بنتي تاكل منه. يعني الحين جيت كذا كمان ابغى اعبي بندوره، انا مفرز عندي كميه هائله من البندوره، فجبت تكه كذا علشان السلطات بس. الحين كمان جيت كذا للصابون، صابون العملاق، حاب اقولكم خرافي خرافي خرافي، عباره عن 5 كيلو ب 39 ريال. اذا انتم حابين احط لكم اسم المتجر اللي خذيت منه كيس الصابون هذا، اكتبوا لي بالتعليقات وانا احط لكم اسم المتجر. للأمانة هو وصلني إعلان سابق وقلت أبغى أجربه، تحفة تحفة تحفة، مرة حلو مرة حلو حقيقي مرة حلو. جيت كمان كذا لدرج المونة، عبيت الفاصوليا الحمراء. البنات يقولون أم سارة تاكلين معلبات كثير، حرام عليكم، أنتم شايفين معلبات علبتين فاصوليا، ترى الشهر فيه فطور وعشاء، يعني فيه 60 مرة، كيف يعني معلبات أكل كثير؟ أنا ماني جايبة 30 علبة، جايبة علبتين بس. خلاص صفيت الأغراض، الحين فتحت كذا درج الحلويات كمان، أحط فيه الحلويات وأحط فيه البسكيت وأسكر الدرج وأرجعه للدرج وخلاص كذا شكرا. الحين تعالوا معاي إلى الطريقة الجميلة والطريقة الرائعة هذه اللي متأكدة تبغون تعتمدونها، ومتأكدة إنها راح تنتشر بالقنوات وكمان تصير تتسوى، فكرة رائعة جدا جدا للتوفير. شوفوا أنا من الناس اللي ما أفول الفول صراحة، ما أفول الفول، حسه مشوار طويل، برغم اني يعني جربت مرتين طلع معاي ممتاز ورائع، بس قلت ليش
انا اخذ الفول المعلب اللي زي كذا واغسله بالمي، تمام؟ الحين تشوفون ايش اسوي كذا. طبعا احنا بالصيف يا بنات، زوجي وانا مو من عشاق الفول، عشان تكونون بالصوره، انا وابو سارونا بالصيف ما نحب الفول، ما نحب العدس، ما نحب البقوليات، ما نشتهيها بالصيف تحديدا. فايش اسوي؟ اوقات نبغى صحن صغنون، ابغى اسوي علبه، حرام تنكب الزباله العلبه، يعني اسوي علبه كبيره او اخلي نص علبه، صعب انك ثاني يوم كمان تسوين فول، يعني ما تشتهين، خصوصا بالصيف بالحر ما نشتهي الفول حنا. فايش اسوي؟ اجيب الفول العادي، تلقين العلبه بريالين، اشري لك ابو تقريبا 10 علب يا ستي، اغسليهم كويس بالمي زين زين، وبعدين تعالي وطحنيهم، حطي عليهم تكه كمون وتكه زيت زيتون فقط لا غير. بعدين ابدأ كذا وطحنيهم، اذا انت حابه بالهاند بلندر او اذا انت حابه بالخلاط العادي، حطيت عليهم تكه مي، لا تكثرين مي، يا دوبك اللي تطحن الفول بس. فيك تستخدمينهم بالخلاط العادي يعني، وهذا الفول عندي، ابدأ كيسي وحطيه بالفريزر. تظل عندك العلب طويله، طبعا هي مغسوله من المواد الحافظه خلاص، وفكره اقتصاديه وفكره مريحه وحلوه، وعلى ما انت حابه، بس خذي كيس الفول واطبخي فيه كذا، انت وفرتي وكذا، انت ما استهلكتي علبه الفول كامله، لانه حرام ممكن احد ما ياكلها. شوفي يا دوبك انا ما كثرت، بكل كيس حطيت ملعقتين علشان اسوي صحن صغنون، عشان نجبر ناكله خلاص، ونزاد تزيد لقمه لقمتين، ما يزود شيء منه، لاني قلت لكم الفول حنا مع الاسف مش من عشاق الفول، ما نحبه يعني زياده. فالطريقه هذه ممتازه. لا بغيت تطلعين ايش تسوين، ليش طريقه الفول حقتي، اكشن بصله مع ثوم على النار، تمام، لحد ما تطلع ريحة الثوم، أكشنهم بشوية زيت وزيت زيتون، زيت ذرة وزيت زيتون، بعدين أنزل عليهم حبة بندورة وتكة صلصة، حلو؟ خلاص كذا أشيلهم على جنب. بعدين بصحن ثاني يعني أحط شوية لبن زبادي وشوية طحينية وشوية بقدونس، حلو؟ بعدين بعد ما يبرد تبرد الأولى هذه، أجمعهم مع بعض يعني، بعد ما تبرد البصل والثوم أخلطهم كذا مع بعض وأرجعهم على النار، وأنزل عليهم بعلبة الثوم، علبة الفول، وخلاص البهارات شوية بابريكا وشوية شوية بابريكا وشوية كمون، وزينيها بالوجه بطحينية سائلة وزيت زيتون، ويا سلام على النكهة مع رغيف خبز، شيء للراس. بس زي ما قلت لكم الفول حنا من العشاق بالشتاء، أما بالصيف لا والله ما له شهوة، بس أوقات أسويه عشان الفائدة طبعا أكيد. وأنا كمان يعني قبل كمان الفلافل برضو وريتكم طريقة سهلة لها وطريقة حلوة، يعني اللي أنت حابتي يعني سويه، لو أنت حاب العلبة الكبيرة ما عندك مشكلة، بس هذه الطريقة مرة موفرة علشان ما تكبين النعمة بالزبالة. أوقات تروحين تلقين بالعروض مثلا مسوين كرتون عليه عرض وانت حابة تاخذينه، برضو سوي طريقتي. في شيء عندك قربت صلاحيته وتنتهي، الفول قرب ينتهي عندك، برضو سوي طريقتي، لأنه التجميد يوقف الصلاحية، تجميد يوقف الصلاحية. خلاص شوفي كيف وزعت الفول بأكياس شفافة، سكرت الكيس من فوق وتكيت كذا بأصبعي أسويهم بشكل رقيق علشان ما يأخذون عندي مساحة بالفريزر، وكذا أصفهم كذا زي الشرايح فوق بعض. تخيلوا 4 علب فول طلعوا معاي تقريبا طلعوا معاي 10 طبخات، متخيلين؟ يعني 4 علب فول طلعوا معاي 10 طبخات بالضبط، تعتبر صراحة كمية هائلة. اللي أنا أول أستخدم الفول يعني بعلبة، وأوقات تنكب حرام، كنت أحس بتأنيب ضمير صراحة. الحين كمان كذا خلاص آخر تكة، المهم أني لحست الهابي بالسباتولا، نزلت كل الفول اللي عليها خلاص، بالضبط أتوقع 10 أكياس 12 كيس، عدوا لي أنتم شوفكم كيس طلعوا وأنا ماني عارفة. المهم شلتهم كذا وحطيتهم بالكيس زي ما أنتم شايفين. والله يا بنات طريقة جدا مريحة وحلوة، وارتحت معها خصوصا بالصيف، يعني قلت لكم انه احنا ما نشتهي الفول، فحسيت انه هذه الطريقة مرة زينة ومرة مريحة. برضو الحين كمان راح اعطيكم طريقة ثانية، طريقة توفيرية حلوة اذا انت كمان حابة توفرين وتدبرين. هذه الاشياء اللي قاعدة اقولها للناس اللي تبغى يعني تبغى توفر، او الناس اللي تبغى تدبر. انا ما اتكلم على الناس الثانية، انا ما لي علاقة في احد، انا علي في نفسي وبس. اللي مي حابة تطبق الفكرة هذه انا ما معي عصايه، كل واحدة حرة اكيد. المهم شوفوا كيف منظرهم، طلع منظرهم مرة حلو. 1 2 3 هذا العد مع بعض، 4 5 6 7 8 9 اكياس، 4 علب فول سووا لي بالضبط 9 اكياس، 9 طبخات، تخيلين؟ يعني صراحة كمية مرة كبيرة، وهذا الفلافل اللي سوينا مع بعض المرة اللي فاتت، وكذا اجي اصف الفول جنبه، ويا سلام مرتب ومنظم.
أسحب الكيس جاهز مجهز، لا أتعب حالي ولا أطحن ولا أي شيء. الحين هذا الهاش براون اللي قلت لكم عليه من الثلاجة العالمية يا بنات، هذا يبيعونه بماك ماكدونالدز الحبة في ستريالات أتوقع. أنا أخذ الكيس مليان زي ما تشوفون ب19 ريال بس، مرة لذيذ وانت قاعدة كذا مع كوب عصير تمزمزين عليه، مرة حلو طيب. شوفوا هذا هو قاعدة أوريكم إياه، أنا قليه بالقلاية الهوائية بدون أي تكة زيت، هو عبارة عن بطاطا مهروسة مع شوية زبدة. الحين جيت كمان كذا للذرة، الذرة هذه فظيعة فظيعة. شوفوا أنا أول مرة أجربها ذرة سلومي، مرة حلوة، اتشجعت لأني جربت مخلل وحيل حبيت المخلل صراحة. أجي كذا أفك الذرة وكمان أغسلها، أغسلها كويس من المواد الحافظة زي ما انتم شايفين، ابدأ اعبيها باكياس وللفريزر. شايفين الفكرة؟ متخيلين طلع معي قرابة، ممكن طلع معي قرابة ال 35 كيس. الذرة معروف انه ما يتكثر، يتحط بالحشوات، بالمكرونة بالبشاميل، بالمكرونة العادية، باوقات بالفطاير، ما يتكثر يعني. في بنات يقولوا لي اوقات ام سارة نحس مقضيك مثلا قليلة، وين الذرة؟ وين الفطر؟ وين الزيتون؟ ما تشترينه؟ لانه يا بنات مفرزن عندي، انا مفرزنا فطر، وانا مفرزنا ذرة، مفرزنا بقدونس، مفرزنا كزبرة، مفرزنا جزر، اشياء كثيرة مفرزنتها، فحس انه خلاص الموضوع تساوى معاي، صرت لما اروح اشتري الاشياء اللي نفسي فيها. ممكن البعض يقول ام سارة نحس انك مثلا المقاضي حقاتك عادية، المقاضي حقاتك شوي، لاني اشتري يا بنات بالعروض، اشتري بالعروض يكفي معاي شهر شهرين ثلاثة، فيعيش معاي يعمر. فرق انت لما تروحين تشترين برضو، انت لازم تطمئنين بالطبخ، يعني انت ما تروحين تجين اول يوم تجين جميع تطبخين كل اللي عندك وبعدين اخر الاسبوع تصفقيني ميك بسراكي، لا يعني لازم لازم معلش على الكلمة لازم تراعين وضع زوجك. انا ما اتكلم على نفسي ام سارة، لا لما تجي ناس مثلا تقول لي طب انت يا ام سارة ما شاء الله لما تروحين تسكنين فنادق غالية ولا هذه الاشياء يدفعها ابو سارة من نفسه، انا ما لي علاقة فيها، فهمتوني؟ زي اسكن فندق غالي، نسافر بطياره، نسافر ما ادري وين، هذه ابو ساره هو يدفعها من نفسه، يعني ما شاء الله قلتها سابقا راتب زوجي مو قليل، فهو لما يبغى يدفع من نفسه هو حر، انا ما لي علاقه، لكن حاجه هو سلمني اياها انا، قال لي خذي هذه ميزانيه البيت وانت تحكمي فيها، لازم انا اديرها صح، في فرق، فهمتوني؟ في فرق. فرق لما انا اصرف وفرق لما زوجي يصرف، لما يعطيني انا الميزانيه يقول خلاص انت تدبرين الشهر كامل اكل وشرب وهذه الميزانيه، يعطيني ميزانيه امشي والله البيت زي الحلاوه، واقول لكم اوقات يزيد انا مصروف البيت عندي 1000 ريال احنا ثلاثه، يزيد معي الاخر الشهر يزيد معي 400، يزيد معي 300، اول يوم كانت الاسعار اقل كان يزيد معي 500، متخيلين؟ فصراحه التدبير نعمه من الاخر. الحين جيت كذا كمان خلص الذره، شوفوا قاعده اعبيه بعلبه وللفريزر من ابدع ما يمكن. فيكي تاخذين، انا شفت عندهم اكياس والله اوقات تلقاها بثلاجة النخبة الكيس بريال، كيس الذرة بريال حرفيا، الكيس مليان، بس يوم رحت المرة هذه ما لقيت، لقيت سلومي، وقلت لكم العلبة الكبيرة عبارة عن كيلوين ب19 ريال اتوقع او 18، سعرها مرة زهيد. ثلاجة النخبة يا بنات موجودة لها فروع كثيرة 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 بالمملكة، اكتبي عندك ثلاجة النخبة او الثلاجة العالمية بخرائط جوجل يطلع لك. انا يمكن ساكنه بالقصيم كنت كمان اتقضى باسعار رخيصه، وكانوا يقولوا لي البنات مستحيل احنا ما في عندنا زي كذا، يعني لما جيت للجوف برضه تقولون يا ام سارة احنا ما في عندنا زي كذا، ماني عارفه شلون يعني، رغم اني كنت هناك كنت القى ما ادري يعني. المهم جيت كمان كذا للبيتنجان، هذا الفلفل الرومي صفيت كمان كذا البيتنجان، لاحظوا ان الخضره قليله عندي لاني اجيبها بالاسبوع طازجه واحسن زين كذا خلاص. والحين جيت هنا كمان فرغت كيس الطحين بعلبه الطحين وللفريزر. والحين تعالوا معاي كذا خلونا نشوف الدجاج، هذا دجاج قلت لكم عليه دجاج سيارة يجنن 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 يا بنات حرفيا حلو، اسم الدجاج سيارة فظيع فظيع فظيع، وأفضل من سادية ولا له ريحة ولا له ولا شيء، خذوه يا بنات على ضمانتي خيالي، والدجاج ذايب، طبعا المنتج سعودي حلو. الحين جيت كذا آخر شيء عندي للبطيخة قسمتها نصين، أنا أغلفها بكيس علشان أضمن المي ما تنزل، وانا ما احب، وحده قالت لي ام ساره قطعي البطيخ وحطيه بعلبه وغطيه، جربتها يا بنات طلع في ماده لزجه على البطيخ، وهذه الماده انا ما احبها، لما اكل ما احبها تطلع بفمي، فخلاص اقطع كذا وقت احتياج يعني. وخلاص كذا خلصنا ترتيب المطبخ وهذه كل الافكار.
الحين جاء دور المزمز. شكرا على التعليقات الحلوة اللي وصلتني، أحبكم لله وفي الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطركم جبر يتعجب منه أهل السماء والأرض. لا تنسين إبصارونا باللايك، وإذا حبيتي قناتي حياكي الله، وبين خواتك واشتركي عندي بالقناة. زي ما قلت لكم أحبكم لله وفي الله، انتظروني بالفيديو القادم. أشوفكم على خير بمشيئة الواحد الأحد. كذا أنا أقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.